مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم حلقه جديده من منا والناس. طبعا احنا بنبقى معاكم كل اسبوع عشان ننفذ احلامكم ونفسر كل احلامكم ونبقى معاكم في حل مشاكلكم كمان. بس قبل النهارده ما نخش في مشكله النهارده، هخلي اللي منا النجار هي اللي تقدمها ليكم الاول. منا منوراني. اهلا بك يا سالي، واهلا بكل الساده المشاهدين. يا رب النهارده يكون حلقتنا خفيفه جميله على الجميع، ويا رب نخرج منها باستفاده وناخد منها عبره وعظه. احنا مش قاعدين نحكم على حد او كده، كلنا عندنا مشاكل وكلنا عندنا ظروف، وربنا اعلم بظروف كل واحد. ومين فينا على وجه الكره الارضيه ما عندوش ضغوطات؟ لكن في ناس بتصبر وناس بتحاول تهزم كسرتها وتهزم العجز اللي بيدخل لها، ولكن هشه ضعيفه. الحلقه اللي فاتت طبعا احنا كنا فاتحين تفسيرات الاحلام، بنفسر احلام، بنستقبل مشاكل، بنتكلم فيها. فجانا اتصال من حد نقوله بطل، واحنا كلنا ابطال، وكل واحد ليه في قصته بطل. في يوم من الايام بيكون هو بطل في حياته. بس ارحب بضيفي، وبعد كده هنتكلم بقى الحلقه النهارده طبعا عليه، استاذ هاني مهنا. اهلا بيك. اهلا بحضرتك ونورت قناه الصحه والجمال. الله يعزك يا دكتوره منى. وطبعا الاستاذ هاني مهنا بطل العالم سابقا في الملاكمه، بطل منتخب مصر ونادي الزمالك سابق. وما شاء الله عليه، يعني شاب زي الفل، وشاب فيه مواصفات كويسه. وايه اللي خلاني انا مش بتغزل فيه، لكن بقول حد كويس، حد فيه مواصفات كويسه. نقول عنده 40 سنه، ده اللي انا عرفته قبل الحلقه. عشان انا بقول لكم الحاجات دي عشان نبقى مرحله وخرجنا منها، عشان ندخل على الحاجه الاكبر، نتكلم في المشكله بتاعته الاكبر. فيا رب النهارده نخرج بحل مشكلته ونقويه. هو محتاج دعم مننا. انتوا كلكم اكيد بتقولوا طب هو جاي حلقه هيعمل ايه؟ جاي ياخد دعم مني ومنك ومنه ومنها. جاي ممكن يكون في خبراء متخصصين يسمعوا حكايته ياخدوا بايديه. جاي بيقول استغاثه، بينادي على اهل الخير يقفوا جنبه. احنا تعاطفنا معايا منا طبعا لما طبعاً. عملت مداخله معانا، احنا حتى واحنا على الهوا قلنا لك سيب رقمك وهنتواصل معاك. حصل تواصلنا معاك انا والاستاذه منا. حصل، كتر خيركم بصراحه. هقول لك ليه، لان احنا مش مجرد ان احنا بنطلع على الشاشه وخلاص، او استاذه منا بتطلع بتفسر حلم وخلاص، لا ده احنا بقينا نحل مشاكل مع ناس. وعلى فكره احنا مش هتعاطفنا معاك عشان انت حاله وخلاص، لا، صوتك كان معبر، صوتك كانت بتحكي قصه حقيقيه وحسينا بيك. فكر الساده الاول المشاهدين بالمشكله. حضرتك، انا اللي كنت اتصلت الحلقه اللي فاتت، وكتر الف خيركم، لان انا عارف ان البرنامج تفسير احلام وكلام من دوت، فكتر خيركم اللي انتم يعني استعنيتوا بواحد ابن بلدكم او اخ ليكم انتم تحلوا له مشكلته. مبدئيا انا قصدت حضراتكم لان انا لا حول ولا قوه. انا راجل لعبت المنتخب مصر، لعبت نادي الزمالك، عشت حياتي كلها ان انا عندي حلم ان السلام الوطني الجمهوري ينضرب بره مصر، ينضرب بره مصر، اهم حاجه ان انا ابقى حاجه حلوه ومصر حاجه حلوه. فطبعا لما حصل لي الاصابه بتاعتي وقعدت. اصابه ايه؟ كان جالي، كنت نازل اجيب تصريح السفر، كان عندنا سفر الاولمبياد، كنت انا داخل مشروع بطل اولمبي. الكلام ده كانت سنه كام بالتحديد؟ والله حضرتك من الهم اللي انا شفته ومن اللي انا فيه ما انت فاكر حاجه. مش هتفرق السنه. بس انا كنت في عصر الدكتور اسماعيل حامد رئيس الاتحاد المصري، الف رحمه ونور عليه. تمام. والدكتور ضياء العزب كان مدرب المنتخب، وكان في الايام ديت الدكتور نبيل عزام مدرب نادي الزمالك، وكان الكابتن ياسر دابس ولا اي دابس لسه ماسكين النادي جديد. تمام. حضرتك يعني اول ملاكم ينضم لمنتخب مصر من مباراه واحده، يعني اول ماتش كنت بلعبه ورئيس الاتحاد دخل واعجب بيا، ادى امر ان هاني ما يكملش، يسافر على فندق كينو اللي هو في شارع الهرم يحضر المعسكر. اول ملاكم على مستوى محافظه الدقهليه، او اول رياضه على مستوى محافظه الدقهليه يعدي بوابه نادي الزمالك برجله. فطبعا ان انا كنت بخاف على حلم مصر وان انا عايز ارفع علم مصر، فلما اقع الاقي حد جنبي. طبعا. او مش عايز اقولها عشان ما فيش في عيلتي امين شرطه او عسكري، مش عارف اجيب حقي. هو بغض النظر، انت راجل بطل نفسك، انت حلم نفسك، حلمك وقف امتى حلمي وقف حضرتك ان انا متزوج بقالي 16 سنه. تمام. عايش حياه جميله جدا، ومش هقول لكم ان انا ملك، لان ما فيش راجل خطأ من الغلط. صح. مفيش بني ادم خطأ. ممكن عشت سنتين ثلاثة كنت وحش، ممكن كان عندي حاجات يعني بتاعت الإنسان المراهق أو كده، كلنا بنخطأ. بس جالي يوم من الأيام عرفت إن عندي أولاد وبيتي، صحيت مراتي الساعة 2 بالليل، جبت جاتوهات وجبت تورت وجبت الفاكهة وجبت الزهور، وصحيت أولادي وصحيتها، وقدام أولادي وطيت على رجليها بوستها، قلت أبدأ حياة جديدة. طلعت ست أصيلة صنتني في شرفي وفي عرضي وفي عيالي في الفترة اللي أنا كنت بعيد عنكم فيها.
فمقابل كده كل لحظه انا بعدتها عنكم عايشه لكم في خير وسعاده. طب كنت بعيد عنه مش كنت بتشتغل ولا بعيد عنه كنت فين؟ حضرتك انا من ساعه ما سبت الملاك ما اشتغلت في مجال الفن. تمام. زي الناس ما بيقولوا نبطش وكلام من دول. زي السايكو عصام كاريكه ايمن رشدي. لكن السيد وانت حسن. وانت في المنتخب كنت عايش حياتك ازاي مع مراتك؟ في المنتخب كنت عايش حياتي زي شحاته ابو كف اللي راح نادي الزمالك. ان هو راجل رياضي عايز يبقى حاجه كبيره وبس. عايز ام الله يرحمها كان حلمها ان يبقى في حد موجود الله يرحمها لان حاسه ان حياته كانت مثاليه اكتر. ايوه وكان عنده ام لو لفيت العالم كله مش هلاقي في حنيتها. والحمد لله ربنا قدرني لان احنا الفرع اللي في العيله الفقير. الحمد لله انا غنيت ام وابويا باللي انا عملته. كبير وصغير في بلقاس او في المنصوره بمعنى الاصح المدينه اللي انا عايش فيها مدينه بلقاس. الحمد لله في الفتره اللي كنت بلعب فيها دي كانت ممكن مشاكل البلد الكبير انا احلها وانا صغير في السن. حصل لك المشكله وانت في الملاكمه؟ لا بطلت الملاكمه انا جالي اصابه قعدت فيها حوالي 6 اشهر او 7 اشهر والفتره دي طبعا عرفت الناس على حقيقتها ما لقيتش حد من اللي كانوا بيتلموا حواليا. الكلام ده كان من امتى بالتحديد؟ الكلام ده مثلا 14 سنه 13 سنه. يبقى لك فتره اتصبت. انا اتصبت ديت والاصابه دي كنت نازل اجيب تسريح السفر بقى كانت حياه ثانيه لان اللي كان متبنينا الله يرحمه دكتور اسماعيل حامد ده حاجه كبيره قوي في الرياضه. رئيس اللجنه الاولمبيه سكرتير اللجنه الاولمبيه رئيس لجنه الحكام العالميه يعني هو اللي يقدر يقول تايسون يلعب النهارده تايسون يلعب في مصر يلعب الماتش ده الفلاني هو اللي بيحكم لهم الماتشات كده. فالقبول بتاع دعوه ام الله يرحمها ان الراجل ده حبني. وخطبت ومراتي بقت ماشيه معايا في المدينه عندي يعني يمكن هم ما كانش لهم اي صيت في البلد خالص الحمد لله بقى لهم صيت. انا محبوب من عندي حضرتك لو نزلت البلد عندي وقلت فين هاني مهنا اللي هيقابلك يقول لك انا اخوه مش هيقول لك انا ابن بلده. طب استاذ هاني انا عايز اسالك برضه سؤال عشان نرجع لمشكلتنا. اتفضل. اتصبت بعد جوازك وبقد ايه تقريبا؟ مش فاكر حضرتك بس يعني ما عدتش حاجه ما عدتش سنتين. سنتين من يعني انت بتقولي بقى لك 16 سنه متجوز. يعني في 12 سنه مع مراتك عايشين حياه مستقره وهاديه. اجدع بني ادم شفتها في حياتي. صاحب الجدع اللي استحملني في كل حاجه. الراجل اللي يحمي نفسه في اي حته. طبعا الراجل اللي يحمي نفسه في كل حته وانت كويس وانت معاك وهي معايا وانت معاك فلوس وانت شغال لا و... في الفتره مثلا لغايه ما هو لحضرتك اهوت لغايه ما ايه اشتغلت هي في جمعيه اسمها جمعيه تساهيل بتاعت قروض وكلام من دوت. فطبعا وقعت في مشكله. انا ما اعرفش انا لقيت بيتي بيتخرب مراتي مش معايا قاعده سرحانه انا مش فاهم في حاجه غريبه في البيت بتحصل. فحاولت اتكلم معاه مره واتنين انا دماغي وداني لشك تاني لما راح وانت شغال بقى في حته تانية خالص رحت بقى موضوع المهرجانات والافراح والقصص دي كلها الفن. تمام. عشت معاه سنه بعد ما اعتذرت لها وقلت لها سامحيني على اللي فات. عشت معاه سنه يمكن اغنى اغنياء البلد عندنا ما يعيشوش العيشه اللي هي كانت عايشه. كويس والحمد لله كان ربنا مقدرني والحمد لله جميع مدينه بلقاسة والمنصوره الناس اللي عندي في البلد يشهدوا بالكلام ده ناس كبيره في السن وصغيرين. خدت القروض خدت الموضوع دوت وقعت فجاه لقيت ست كبيره في الشارع اسمها مدام سحر. يا ابني انت معاشرنا في الشارع هنا بقالك فتره طويله وبقالك كام سنه وانت ومراتك ناس كويسه الحق مراتك وقف دوامه فلوس. حاولت الحق مراتي لقيت مراتي بتقول لي انا عليها 6 7000 جنيه. ربنا قدرني ونزلت اتصرفت فيهم. ما سالتهاش ليه اتدينتي لمين؟ قالت لي معايا زميله في الشركه اسمها كوثر والدتها محبوسه وعايزه 45000 جنيه تطلعها ومراتي ماسكه منطقه اسمها المعصره البلد ديت فيها ناس اغنياء جدا. يعني يعتبر 3/4 اموال مصر في البلد دي وفي ناس هناك بيستغلوا الفلوس دي بيطلعوها بالربا والفائز والحاجات دي. فالمدام الانسه كوثر دي راحت تجيب عشان تطلع والدتها اللي بيطلعوا لها يقولوا لها لازم ان المدام لمياء اللي ماسكه المنطقه تيجي تضمنك. هي نسيت ان عندها اولاد ونسيت ان لها راجل وراحت ضمنت. ما هي جدعه بقى وراجل. ما هي جدعه وراجل ورخت بيتنا اتخرب الحمد لله. ايوه انا بقول جدعه وراجل زيك. فحضرتك طبعا لما المدام سحر قالت لي الحق يا ابني سحر دي ست جدعه وبرده راجل شقيان على يتامى ومربيه تربيه يعني ربنا يديها الصحه. ايه خالت سحر قالت لي الحق مراتك وقف دوامه فلوس لو انت قعدت من هنا لطول عمرك مش هتسدها. تمام. طلعت اتكلم مع مراتي قالت لي الموضوع سكه 6 7000 جنيه دبرناه. كويس. بعدها بيومين ده انا واقع مني 3000 جنيه دبرناه. بعدها بيومين ثلاثه ده انا عديت العهده غلط واقع مش عارف ايه 2000 جنيه دبرناه. الشك ما مسككش خالص انت كراجل مراتك كل شويه تطلب منك فلوس؟ انها يعني ايه انا من النوع لو اكلت عيش وملح مع الاستاذه سالي خلاص بقت اختي. جدع وراجل خلينا لحد جدع وراجل لحد ما نعرف في الاخر. ايوه معلش يا سالي جدع وراجل اكمل منى انت مركزه في القصه. بصراحه لان الدكتوره منى الحلقه اللي فاتت انا كنت تعبان نفسيا ما الكلام بتاع الدكتوره منى انا استريحت. الله يبارك لك والله العظيم اقسم بالله. كمل. فحضرتك دخلت احاول افسر اشوف لقيت في ميكروباصات بتجي لي عند البيت ينزل منها بال 14 واحده ست. خير يا ست انا ليا 10، خير يا ست انا ليا 20، خير يا ست انا ليا 30، خير يا ست انا ليا 5.
فطبعا عشان اخلص من الموال ده واحافظ على بيتي، لان وديتها لابوها، تعالي روحي لابوكي شوفي الفلوس دي راحت فين. انت كل ده وانت بتتصرف وبتدفع. في الاول خدتها وديتها لابوها كاي راجل هيعمل. لا، الميكروباصات والناس اللي كل شويه 10 و20 و30 دفعت ومضيت. مضيت؟ ايوه، وبقيت ادفع كل اسبوع 3600 جنيه اسبوعيا. ما هو لو كان عايشه عايشه مالها مع حد هو بيدفع له، صح؟ مش القصد يعني عيال. لا، تركز وانت بتحكي عشان انا ايه، عشان انا اعرف اخد منك المعلومه. مقابل انها كانت ست جدعه معايا وانا وحش وبعيد عن بيتي وكنت مش فايق لهم وكده، فانا قلت ده واجب لازم اربيه. اصل يعني بتكفر عن ذنبك. مفيش حد مثالي. يعني انت بتكفر عن ذنبك عشان هي تعيش معاك، فانت بتحاول تدفع. مش القصد، انا وديتها اللي خلاني عملت كده ان وديتها لابوها، ابوها طردها. راحت لاختها في الصعيد اللي هي سبب خراب بيتنا حاليا. ابوها ضرب عليها قال لها ما تقعدش عندك نزليها. لما كانت ست جدعه وكانت ست اصيله وميت راجل، مش انت كنت وقتها بتشتغل وانت اللي بتصرف على البيت؟ وخلي مزاجها احلى مزاج. ولا هي اللي بتستلف وتاكلك وتشربك؟ لا لا لا، لحد الله. حلو، خلاص. وده الكلام اللي هي قايلاه حاليا في الصعيد، في سوهاج، في نجده المعاصره البليانه دي. مش مشهور هاني مهنا مشهور هناك انها جايه غضبانه لانه مجوعها، ببهدلها، بيضربها، مش هحططها كلام. لا ده دي بقى قصه ثانيه خالص هنعرفها دلوقتي. لا انا عايز اسال سؤال بس، انت حكمت عليها ان هي ست جدعه ازاي؟ يعني ايه اللي كانت بتعمله معاك بين ان هي جدعه؟ يا بنتي مش بتستناه لما يرجع من الشغل؟ لا مش كده والله. امال مش كده والله. امال ايه؟ طيب انت عمال تقول ست جدعه ست اصيله. يعني انا السنه والسنتين اللي انا كنت وحش في حقهم ديت، لا مؤاخذه يعني، كان بالنسبه لشغلنا بيبقى في غلطات كده للبني ادم او الشيطان شاطر. يا تكمل يا تطلق. يعني هي لو مش عايزه تكمل. لا لا، هو استحملت، فانت طول عمرك هتفضل تدفع نتيجه ان انت غلطت. لا انا اللي انا عملته كده ان انا وديتها لابوها طردها، وديتها لاختها طردتها، جت بتعيط لي. قلت لها انا سترك وغطاك، انا ابوكي، انا امك. قالت لي ابويا مات، امي ماتت، اختي ماتت. قلت لها وانا خدامك. قعدت في بلدي. تنفيذ الاحجام بهدلني. عارفش اللي انا شقيت عليه. طب استنى بس ارجع معاك بحته ثانيه عشان هي دلوقتي الناس زي ما انا مركزه معانا. انت دلوقتي واحد اشتغلت في الحته اللي هي بتاعت الفن. عكيت. حلو، عكيت. حصل عشتي. كويسه عشتي. عكيت كده تمام؟ لا، وفي قبض ثابت والكيت اللي بيطلع عمليه عكيت. فانت حسيت بتأنيب الضمير، فانت بتروح تلاقيها قاعده يا عيني مستنياك، عايزه تاكلك وتشربك وتطبطب عليك. يا ريت. لا مش يا ريت، استنى. فانت قلت انا خلاص انا شايل الذنب وخلاص، الست دي بقت جدعه وانا احاول اسد لها الديون بتاعتها اللي انا ما اعرفش بتاعت ايه الديون دي. حضرتك كان عندي محمد ابن الكبير، هو اللي مربي منا بنتي اللي هي واخداها مني حاليا. هو اللي كان بيسرح، هو اللي بيلبس، هو اللي بيحمي. انا كنت باجي من الشغل عباره ان انا اجي بس احط فلوس وهي نايمه هتفتح لي الباب ممكن، لغايه ما منا بنتي بقى عندها 5 6 سنين هي اللي بقت تفتح لي الباب. ممكن تكون عندها مشكله مرضيه، رجلها كانت بتوجعها، ما وديتهاش انت للدكتور. انا هفضل اخد مبررات لحد ما اوصل لها. هو في نهايه الحوار هقول لحضرتك جت هي جت دينتك كتبت على نفسك شيكات وصلات امانه وفكه، والناس اللي لهم فلوس دي مستعد ادي لحضرتك ارقامهم دلوقتي كلهم. انا مصدقاك. انت لو مصدق ما كنتش عمرك تطلع على الهوا معانا. انا عارفه انا عارفه. فانت دلوقتي دينت نفسك، كتبت على نفسك شيكات وصلات امانه. وهي سابت المكان؟ اضطريت اسيب البيت لان طبعا مكان معروف وفي ناس لها فلوس عايزاها. فبتوع التنفيذ بقوا يطردوني. شقتي اتدمرت. تمام. تقصير وتخبيط وقت فضايح وبتاع. قالت لي تعالى نروح نقاش بره بالقاس، بره المنصوره يعني، عشان في ناس ما تعرفش بالقاس. هي دي شهرتها هي؟ طيب. خدتها ورحت حته اسمها راس البر. تمام. مصيف. عشنا هناك 3 اشهر لقيت المسؤوليه صعبه عليا. تمام. رجعت في شهر 10 اللي فات، رحنا مصيف جمصه. تمام. ده جنبنا جنب البلد بتاعتنا. كنتوا كويسين مع بعض في التوقيتات دي كلها؟ كويسين، وكل يوم تقول ربنا يكبر بخاطرك وانا اسفه يعني على اللي انا حطيتك فيه. ما انت دفعت 700,000 جنيه. لازم تقول لك انا اسفه طبعا. لا هو لسه ما دفعش. لا كان دفع، كان حاليا كان ماضي. انا حضرتك قسمت السيدات والحريم اللي كانوا بيجوا لي، فلا اجوازهم يعرفوني. طب حل المشكله دي يا عم هاني، اقول له معلش خلي المدام ومعاك جماعه يجيبوا كارد من تسهيل. خلي المدام بتاعتك وجماعه يجيبوا من تضامن، خلي الجماعه مش عارف ايه بقى مطلوب مني. يوم السبت ادفع لتضامن، يوم الاحد ادفع لتسهيل، يوم الاثنين ادفع للساحه، يوم الثلاث بقى الاسبوع بتاعي كله مع عباره ان انا اروح معايا 1000، معايا 800، معايا 700، ما اقدرش اجيب سندوتش على كده. بعد ما سافرتم تصرفاتها واحوالها بقى معاك ايه؟ تصرفاتها واحوالها انها دايما تقول لي كتر خيرك. كويس. لغايه ما جينا في رمضان الكورونا جت، بالنسبه لنا احنا كفنانين شفنا الذل. تمام. وكورونا جت لمصر 6 شهور، لا جت لنا احنا 10 اشهر، لان احنا طالعين من الشتاء 4 اشهر قاعدين ما بنشتغلش. الكورونا جت 6 اشهر، الحمد لله انا راجل مسحت شقق. مش عيب. نظفت سلالم. مش عيب. انا بقول للناس كلها سامعاني. مسحت شقق، نظفت سلالم، عرضت نفسي للخطر، عرضت لنفسي ان انا اتحبس. لو مديت ايدك وبتشحت عشان تصون عرضك مش عيب. عملت كتير، وعن يدها هي وعن يد ناس كتير، بقت البس الهدوم القديمه واطلع اشوف حد مبيض محاره، حد نجار، حد عايز عامل، فاهمين؟ انا عايز بيتي يعيش. عايز اروح لاختي الصعيد.
ليه يا بنتي؟ قالت لاختي هي احنا بدايه سعد. المشكله دلوقتي يا سالي ان هي قالت عايزه اروح لاخت الصعيد. ايوه نكمل. لا انا عايزه اساله برضه على حاجه، انت بتقول بدايه الكورونا كانت من 6 شهور، الفتره بتاعت ازمه كورونا دي بينت ناس كتير على حقيقتها، اصحاب وازواج وكله. طبعا. كانت تعاملاتها معاكي ازاي الفتره دي بالتحديد بقى؟ الفتره دي حضرتك احنا جوعنا في رمضان شويه. تمام. يعني كنا ممكن نفطر يوم فول وطعميه، والله العظيم مش بقول كده عشان حد اصعب على حد، الحمد لله يعني بلدي كلها عارفاني على وضعي. على فكره وعلى. كلنا كده. اه عشان تتكلم تتكلم بقوه، كلنا كده. انت مش فاهم، انت كنت تاكلي عيش وجبنه؟ كلنا كده والله. يعني عدينا رمضان ده الحمد لله، وكان ممكن ناكل طقتين في اليوم. هي بقى كويسه نعمه من عند ربنا. الشهر الاخير انا حاسس انها متغيره من ناحيتي. اه دايما تنزل تقعد مع قرايبها، كانوا ساكنين قبالنا في جمصه، تنزل تقعد معاهم. وانا من يوم ما استقمت ما دام ما عنديش شغل انا قاعد في بيتي، ما عنديش شغل قاعد في بيتي. اصدقائي وصحابي بقى يتصلوا عليا، انت وحشتني عايزين نقعد معاك. انا حياتي كلها بيتي. قالت لك ايه بقى؟ عايز اروح ازور اختي. عايز اروح لاختي. اه قلت لها اختك دي مش طردتك لما كان عليك ال 700,000 جنيه ورحت هناك بعد ما ابوكي طردك؟ ابوكي ضرب على اختك، قال لها مشي البيت دي من عندك، ركبتك وطردتك تاني يوم. اه قالت لي احنا لنا المصلحه يا هاني، لان انت كتر خيرك. احنا لنا المصلحه يا هاني، انت كتر خيرك. أوه. انت شلتني ودفعت وعملت واتبهدلت، فكتر خيرك هروح اختي هتساعدني. بعد ما راحت هناك لقيتها بتكلمني بتقول لي اختي الحمد لله طلع عندها كنز في البيت. قلت لها كنز ايه؟ قالت اختي عندها اثار. احنا مالناش بالموضوع ده يا بنتي. يعني هي راحه بالصدفه فاكتشفت وهي هناك. هي راحه بمصلحه، راح اختها تساعدها. تمام. فطبعا لما راحت قامت قالت لي الكلمتين دولت، انا عارف موضوع الاثار والخطر بتاعه وكده يعني. فكلمتها وقلت الكلام ده كله عندي محادثات موجوده صوت وصوره وكلام. قلت لها يا بنتي الفتره اللي انت بعتها عننا انا وعيالك اتبهدلنا، ما هو 4 اطفال وانا وحياتنا متبهدله، انا ما بعرفش اعمل كوبايه شاي لنفسي. انا عشان اتعلم الطبيخ في ال6 اشهر اللي فاتوا دولت عملت رز تحط المعلقه فيه يطلع حله الرز، عملت رز اصفر وعملت رز اسمر وعملت حاجات كتير واتبهدلنا يعني اتحرمنا. يعني انت كنت حاسس في البدايه ان هي عايزه تسافر عشان خاطر ان هي تساعدك في تسافر الازمه وتشتري شقه وتقعد في اختها مبسوطه هناك وبتاع هتساعدني. طيب كويس. وقرايبها مبسوطين ان احنا مفيش مشاكل بينا وبتاع واختها هتساعدني. بعد ما راحت قالت لي يعني في اثار في البيت عند اختي. وعندي الرسائل دي موجوده. اه يوم 6/9 اللي فات انا بكلمها بقى يلا انزلي، حاضر يا حبيبي يلا انزلي عشان اتاخرت بقى. فيوم 6/9 اللي فات انا عندي شغل في حته اسمها التخشيب على ده. بعد ما اتاخرت قد ايه عند اختها؟ دي حوالي 20 يوم 25 يوم. بعد 25 يوم بعد ما اخواتها وقرايبها، مش اخواتها بقى، ولاد عمها الناس المحترمه. اه اللي هو ولاد عمها لها عم اسمه محمد. اه ولادها ناس محترمين وعارفين ربنا قوي، بنات تمام محترمين جدا، بقى يتصل عليها ايه بعد كده مش عارف انت ما جاتيش ليه يا لمياء؟ تقول لي معلش اصل في ميكروباص طلع على الطريق واتضرب عليه نار. انت ما جاتيش ليه يا لمياء؟ معلش اصل اختي جايه معايا الاسبوع الجاي. كل يوم بمبرر يعني. شكل وانت متقبل المبرر. انا متقبل، انا ما شكتش خالص. انا عارف ان انا معايا راجل جدع. مش معايا واحده خاينه او واحده تبيعني او تنسى اي حاجه يعني. يعني الراجل بينسى، الست ما تنساش. بس منى خليكي متفقه معايا على حاجه، 6 شهور ازمه كورونا بتبين ناس كتير على حقيقتها. حصل. ان هي معاكي 6 شهور طبيعيه جدا، فدي برضو حاجه ان هي بتحبك فعلا ومستحملاك. ممكن مش لاقي حد غيري، او مش مفيش حد في عيلتها جدع يعني. قريبها حاليا بيساوموا عليا ويقول لك احنا ما نعرفش حاجه عنها. طب انت الجدع صفرتها 25 يوم كلمتها تشتغل في 25 في حاجه فيها مخاطره. كلمتها كم مره قلت لها ارجعي تشتغل في حاجه مخاطره. هي انت صفرتها ان هي تروح تجيب او تدخل في موضوع فيه مخاطره. لا لا هي راحه ان اختها تساعدها في الموضوع ده. لا اختها تساعدها بفلوس او كده. اه وبعد كده كلمتك بعديها باسبوع يا هاني عندي الرسائل دي يا هاني انا عندي خبر لك حلو. اه قلت لها قولي. قالت لي ربنا هيريحنا وعيالنا هتتبسط وهنرجع بلدنا تاني وانت هترجع تعيش في وسط اهلك وهخلي مزاجك حلو وهخليك برنس وهخليك وهخليك. فقلت يا فرج الله. اه ايه يا لمياء؟ قالت لي اختي عندها اثار في البيت. اه والنهارده 6/9 المقبره هتتفتح النهارده بعد اذان العشاء ما شاء الله. قلت لها وهي رايحه لها بالصدفه. قلت لها يا بنتي لا ده كده اتفاقيه اللي بالله انا اصل اللي انت بتحكيه ده يبقى هي باللي انا فيه حاليا باللي انا شفته منهم والغدر والخيانه منها ومن قرايبها ومنهم كلهم دي كانت روايه. طب كمل. فحضرتك قلت لها طب ارجعي يا اما احنا محتاجين تراب جزمتك، احنا متبهدلين من غيرك وبتاع، ربنا يكبر بخاطرك يا هاني وما تحرم منك يا اجدع راجل في الدنيا يا حنين كلام بقى. بس استنى هنا اما افتح المقبره عشان ارجع من الملايين. لا طب انزلي. قالت لي يعني اقعد الشهر ولا الشهر ونص دوت وارجع على الفاضي؟ اصبر يا هاني نجيب اي حاجه وبتاع. صح. قلت لها طب انا رايح شغلي في الايام ديت مش هكذب عليك، انا طالع من كورونا معيش اشتري تليفون. فكنت بستعمل تليفون جوز اختي على الواتس والحاجات دي. انا رايح الشغل يا بنتي طب اطمن عليك ازاي؟ طب ابص رجلك احنا في حيره كده مش عارف ايه؟ قالت لي يا هنا انت عارف انت راجل ومش راجل وكبر. والعيال ما بتسالش عليهم مش وحشينها؟ في الايام دي كانت تقول لي صور لي العيال صوره اصور وابعت. حنين. لا ده كتر خيرها بصراحه. المهم حضرتك
جيت من الشغل الساعه 1 بالليل على نفس الواتس اللي انا بكلمها عليه بعت لها الو. وصل العلامتين اللي هم الصح ان التليفون استلم الرساله. محدش رد. ثلاث رسائل بالشكل ده وبعد كده التليفون اتقفل. اتقفل اربع ايام. تليفونها هي. انا ما بحبش اختها دي. ولا بحب جوز اختها ده، انا راجل طري جدا. مش صعيدي، طري. يعني اقعد هنا يا عز ولا تحت امرك، اقعد هنا يا عز تحت امرك. لا انا بحب اختها ديت ولا بحب جوز اختها ده. هي لو اختي ثانيه ست جدع لغايه ما المشكله دي حصلت عرفت انها مش جدعه اخرى برضه. فبعد الاربع ايام ضربت على عز، ازيك يا عز، ازيك يا هنا، اخبارك الحكايه الحمد لله، جماعه فين يا عم عايز اكلمه؟ قال لي ده كانوا بيموتوا امبارح وتعبانين وانا كشفنا عليهم واستحملني هنا لما اروح اخر النهار خليك تكلمهم. هنستحمل طول اليوم واستحمل طول الليل محدش عبرني. فجيت تاني يوم ضربت الساعه 9 الصبح عليه، صباح الخير يا عز، قال لي اعذرني يا هاني انا لسه بحط الاقفال بتاعت المحل على المكتب حالا. استاذ هاني انت ليه ما سافرتش؟ لان ما فكرتش تسافر ليه؟ لهم يعني؟ للصعيد يعني؟ طب بص انا هناخد اتصال الاول معانا وهرجع اقول لك انت ليه ما سافرتش، تمام؟ ليهم الصعيد. ليهم الصعيد. مساء الخير. السلام عليكم. ام عمر مساء الخير. السلام عليكم. ممكن توطي التلفزيون بعد اذنك؟ حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. سمعتي المشكله الاول؟ سمعتها. طب قولي لي رايك ايه في الموضوع ده اللي انت سمعتيه بالتحديد؟ والله يا مدام انا الدنيا علمتني ان انا ما احكمش من طرف واحد، مع احترامي الشديد للاستاذ، يعني انا من رايي انكم تدخلوها في مكالمه ممكن تستضيفوها في البرنامج. نحاول نعرف عن ده هو مش عارف يوصل لها، احنا هنوصل لها. انا معرفش طريقه. مش عارفه اقول لحضرتك ايه انا يعني. طيب بصي يا ساري، احنا انا قاعده برضو ساكته لان انا عايزه اسمعه للاخر. انت بتكوني. انا محتاجه اسمعه للاخر برضو. ايوه يا عمر، اهلا بيك يا ام عمر الاول، نورتينا. معلش انا بجالي زمان بس عايزه اقول حلم لو سمحتي. طب انت ممكن تسيبي رقمك في الكنتور وانا والله انا هتصل بيكي. انا طبعا عايزه افسر احلام والله يا جماعه دلوقتي، بس انا مش عايزه اقعد الراجل معانا من غير ما نطلع باي حل لمشكلته، وعايزه اسمعه. انا حتى ساكته، انا بسمعه للاخر عشان بس اعرف ايه اللي ممكن اقوله وممكن ان احنا نعمله. فمعلش يا ام عمر، ام عمر اسم غالي عليا. سيبي رقمك في الكنتور، هخلص على طول، هتصل بيكي من تليفوني على طول. شكرا لك يا ام عمر. نرجع نكمل. جيت لما حضرتك قالوا لي لما اتقفل الاربع ايام، فضربت على عز دوت اول يوم، قال لي هكلمك بكره. تاني يوم سالتك سؤال قبل الاتصال ده ليه ما سافرتش؟ هقولها لك. تمام. فحضرتك تاني يوم انا بكلمه قال لي معلش انا اصل انا لسه مفتح المحل. انت نيتك مش سالكه، لان لو سالكه من امبارح خد رقم حماتك يا عم وكلمها، خد رقم عيل من العيال وخد كلمها. انا كمني شغال مع مؤاخذه في مهنه الافراح والحاجات ديت، ببص للبني ادم بعرفه او بسمع البني ادم وبتكلم بعرف عايز يعمل حوار او لا. تاني يوم الساعه 9 قال لي انا بفتح المحل وبتاع واخر النهار يا هاني. راح محمد ابن الكبير قال لي بعد اذنك تليفون يا بابا ضرب، ازيك يا عم عايز؟ قال له ازيك يا محمد؟ اديني رقم خالتي اكلم ماما. اول ما قال له اديني رقم خالتي اكلم ماما، قال له الشبكه وحشه يا محمد. طخ. ما سافرتش ليه؟ هقول لحضرتك. التليفون لما اتقفل وقفل السكه في وش محمد، طبعا الشبكه لو وحشه، قالوا يا حبيبي يا محمد، ايه يا محمد عيد المحاوله. انما هو مش عايز يعيد المحاوله. مفيش خمس دقايق لقيت مراتي بتكلمني على نفس التليفون بتاع جوز اختها. زي ما قلت لحضرتك في الحلقه اللي فاتت، انا اسرائيلي وهي فلسطينيه وبتاخد حقها من واحد اسرائيلي. الو، ايه يا لمياء؟ ايه يا هاني؟ انت ازاي تقفلي تليفونك اربع ايام من غير ما تقولي لي؟ او ازاي تقفليه وانت ليك راجل؟ انت المفروض راح تتغدي يا حبيبي. انا راح اتغدى، راح انام يا حبيبي، انا راح اعمل كذا يا حبيبي، انا خارجه يا حبيبي، انا كذا كده. يعني الاحترام بتاع الراجل والست مش عافيه، الاصول والاحترام اللي بين الراجل والست. مش راجل ما يعرفش مراته اربع ايام فين. انت بدل ما تطمن عليا انا فيا ايه؟ انت بدل ما تطمن وتعرف ان انا تعبانه، قلت لها يا بنتي انت كلمتني امبارح ومنين؟ اطلع اجري عليها، روح سافر اطمن عليها، جيبها وارجع. قلت لها ثلاث اربع ايام، قلت لي في كذا وبتاع، وانت عارف ان انا شغلي التزامي عندنا في الافراح. انا محبوب جدا في محافظه الدقهليه عندنا ومحافظه كفر الشيخ ودمياط. لو انا خدت معاد فرح بتاع واحد وما رحتوش مصيبه سودة. طيب ندخل في المشكله بسرعه علشان الوقت بتاعنا. حضرتك المهم قفلت الخط معاها وهي بتكشمني تكشيم صعب. اتكلم الاقي في مناوله في وشي، اتكلم الاقي في بتصد كل وشي. كلامك. فقلت لها بس انت زعلانه انا بطمن عليكي. مع السلامه. اسف عليها الطلاق من رن عليكي. ولا انت راجعه؟ لا حض الله ورحمه عيالي. طب خلاص. ورحمه بنتي. لا مش هتصل بس. قلت لها انت زعلانه انا بتصل عليكي؟ ما انا زعلانه انا بكلم صاحبي مراتي اخويا السند بتاعي لقيته بيكشمني. قلت لها انت زعلانه انا بكلمك اختي قاعده وجوز اختي قاعد وكده يعني وشكلي وحش. قلت لها بس انا على طول انا راين عليكي. خلاص غلطت كده براحتك بقى. ماشي سبحان تمام. الله جوز اختها بقى شيخ الازهر الشريف. الست دي محرمه عليكي يا هاني.
انت محرم عليها ازاي يا بنتي؟ تقول لي انت صرت رميت عليها قبل كده يمينين، ورميت عليها قبل كده خمس ايمان، ورميت عليها مش عارف ايه. قلت لها انت قبل كده قلت الكلمه دي، خدتك وديتك الازهر، والراجل قال لك قومي روحي مع جوزك وما تطلعش حاجه يعني. لا تطلع يعني هي بص شويه تلكيكات بقى، تلكيكات وحاجات من دي. ليه السبب؟ وصل الامر ان انا خلاص بقيت اكلم مراتي كل اربع ايام تقفل التليفون تفتحه بمزاجها، مش عارف اوصل لحل مع اختها. اختها مديها اوامر عندنا في البلد لقرايبها ممنوع هاني ياخد رقمي. فمانيش لاقي حد اكلمه رجاله هنا. ما سافرتش ليه يا استاذ هاني؟ هقول لحضرتك كلمت ابن اختها الصغير اللي عنده 18 سنه، ازيك يا امير؟ قال لي ازيك يا عم هاني؟ قلت له عاجبك اللي بيحصل ده يا امير؟ قال لي ما انت بصراحه هتطلق خالتي ورجلك فوق رقبتك الغصب عنك يا ابن كذا يا ابن كذا يا ابن كذا يا ابن كذا. ابن اختها جاب لي سيره امي اللي في التربه وابويا وعيلتي، هني اهانه يعني فوق ما تتخيلي. الحمد لله ربنا قواني وصبرت. قلت له يا ابني انت ليك جد وليك ست وليك اهل بالقاس، لو حد فوق ما تنزلش تعزي فيهم لان هاخد حقي. انا بقول لك الصراحه. وصلت لايه بس معايا؟ وصلت بقى ان انا كلمت عمها. عمها قاعد معايا في جمصه. فعمها عمل تليفون وقمت انا مروح البيت. قام ضارب عليا. انا كلمت ابن اختها ده بقى هديته، قام قال لي خلاص يا عم هاني تعالى لنا يوم السبت نعمل قعده، ولو انت ليك الحق هتاخد مراتك وتمشي. قلت له انا هكبر بيك اللي عندك 18 سنه. ماشي رحت. خمس دقايق دوبك قافل الخط لقيت عمها بيرن عليا، انت رايح الصعيد يا هاني يوم السبت؟ قلت له ايوه. قال لي لو رحت هناك هتتعلق من رجليك وهتنضرب وهتطلق مراتك عافيه وهتيجي ترحيل بالاحكام اللي عليك. مفيش دقيقه لقيت ابن اختها بيرن عليا تاني. هو انت بتقول ان انت تيجي الصعيد تاخد خالتي من شعرها وبتاع، احنا هنعمل فيك وهنسوي فيك، واسمع يالا لو شفناك في محافظه سوهاج هنضربك بالنار. اما الشتم من ابن اخت مراتي كبيره. انا مش عايز اخش في التفاصيل عشان الوقت. طيب فحضرتك عديت الموال دوت، بقينا نتكلم انا وهي نتفاوض هالكلام مش عارف ايه فين وفين، على ما وصلنا ان هي خلاص جايه. ماشي يعني يا حبيبي جايه بكره وهعكس، وفتحت التليفون وفتحت النت. ده امتى الكلام ده؟ الكلام ده كان من حوالي 25 يوم. يعني بعد المشاكل دي كلها قلت لك يا حبيبي انا راجعه. وخلاص يا ريت ما قلتليش حبيبي، ما قلتليش حبيبي انا اسف، انا كنت متعود ان هي بتقول لي كده. تمام. خلاص يا هنا انا راجعه والرسائل دي موجوده عندي. ضحكوا عليا وقالوا خلاص انا جاي. قلت لها ماشي. هتركبي امتى؟ قالت لي اركب الساعه 9 بالليل. كنت انا بعت محمد ومهند ابن كبار بعتهم سوهاج لها. عندنا راجل من البلد فتح محل حلاقه هناك، قلت له خد الاولاد دولت حتى يروحوا يشوفوا امهم بتعمل ايه او في ايه او اللي هناك ايه. للاسف لعدم الرحمه وعدم الرأفه اللي في قلب قرايبها واختها اللي في الصعيد دي، الاولاد يسافروا سبع محافظات يوصلوا عند البيت هناك تجيب لهم لكل واحد كنزايه وتقول للراجل خد الامانه اللي معاك وانت ماشي. اللي هو عيالها. عيال انا. اللي خليتهم دي اللي بتقول لهم. فقال لها يا ستي انا راجل جاي اشتغل في سوهاج والعيال دي جايين امانه. قلت له احنا مالناش دعوه، انا بيتي ضيق ما ينفعش اقعد حد فيه. طب ما انت من خمس ايام كنت مقعداها ومقعده بنتي ومقعده اختك الثانيه وبناتها الاثنين وابنها. وصلت مع مراتك لحد ايه؟ وصلت مع مراتي خلاص هي مش عايزه ترجع ولا عاوز ايه؟ وصلت لانها تركب الساعه 9 وجاي. قلت للراجل ما توديش العيال لامهم، امهم جاي. الساعه 9 عدت مراتي ما جاتش. بعت العيال هناك امكم مشت امبارح، ابني حجز لها. عندي على المحادثه صديق شخصي بيسوق سوبر جيت، لاجل الحظ انا في مأموريه في الصعيد، انا في المحطه بتاعت برديس. قلت له استعلم لي الاتوبيس بتاع الساعه 9 دي من اللي طلع فيه؟ قال لي الاتوبيس بيطلع 9:45 دقيقه. واللي طلع فيه ثلاث رجاله بس، ما طلعش فيه حريم. عرفت ان مراتي موجوده في الصعيد وان هم خبوا مراتي وان مراتي بقى قلبها حجر مش عايز تنزل، بقت من كفار كريش لما عيالك ويجي لك سبع محافظات حتى لو ما انتش موجود عند اختك. اختك مشيتهم ده انت تولعي فيها. طيب وصل لك ايه عنها؟ وصلني ان في واحد اسمه مدحت عليوه الفار صديق جوز اختها متجوز مراته عرفي. وهي على ذمتك؟ وهي على ذمتي. والكلام ده جالي من اخو جوز اختها واولاده. انت مطلق بنت مراتك بقالك قد ايه يا عم؟ قلت له ما طلقتهاش. الكلام ده على مسؤوليتك طبعا. ايوه. وحضرتك ارن عليهم التليفون معايا وارقامهم، ارن عليه واسمعك المكالمه دلوقتي واقول له لسه متجوزه ولا يعني في ناس هناك شهاده على الجوازه؟ دولت اخوات جوز اختها قاعدين معاهم في نفس البيت. انت طلقت مراتك هاني بقالك قد ايه؟ قلت له ما طلقتهاش. ممكن الناس دي تدخل تعمل معانا مداخلات وتتكلم؟ الناس ديت ما انش عارف لهم حل. احنا ممكن نكلمهم على العميان. ان احنا مش برنامج. ماشي. نتصل كده ونتكلم. لان هم كانوا عايزين اكتب بلاغ في جوز اخوهم دوت هناك ان هو بيتاجر في المواد البتروليه وعنده سلاح متعلق. بغض النظر. بغض النظر يعني الناس دي اللي وصلتك وقالت لك مراتك اتجوزت. ايوه. واحد اسمه ناصر. وابنه اسمه يوسف. اخوات جوز اختي. اتجوزها على اساس قصه الاثار والدنيا دي كلها. اتجوزها ازاي يا عم؟ قال لي احنا حتى عملنا مشكله مع جوز اختنا وكنا بنطلعه مع اخونا وبنطلعه من البيت ومراتك اتجوزت. بحثت انا على اسم مدحت عليوه الفار، دخلت على مدحت عليوه الفار
ازاي تبقى راجل صعيدي محترم وتتجوز واحده معاها خمس ازاي حياتي. ايه ده شرعا اصلا مصيبه سودا. ازاي تبقى راجل محترم وصعيدي؟ هي ما فيهاش ازاي؟ هي ما فيهاش صعيدي اصلا، ما ينفعش يتجوزها اصلا. حضرتك بتتكلم على ايه؟ قلت له بتكلم على كذا كذا، مدام فلانه واخت فلانه. قال لي يا عم هاني انا كانت مهمتي ان انا بعمل لها خاتم في ايديها، خاتم عليه تعاويذ وشغل عفاريت وبتاع. طيب عشان تنزل المقبره اللي عند اختها. استاذنك فاصل، هيطلع فاصل صغير كده وهنرجع لكم تاني. استنونا. اهلا بكم ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الاستاذ هاني، والنهارده فقره خاصه طبعا علشان نعرف مشكلته ونبدا نحلها مع بعضنا، وبرده فاتحين الاتصالات بس استاذنكم بس للمشاركه في المشكله اللي معانا. استاذ هاني طبعا نرجع تاني نكمل ونقول ان الزوجه ملخص الموضوع ان زوجته سابته ومشته. في تزوير في اوراق غيروا محل الاقامه بتاعها. وهي طبعا على ذمه راجل، المفروض الموظف اللي في السجل المدني دوت راجل في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا في تزوير ولا في رشاوى. في راجل موظف محترم في السجل المدني البليان خد له 200 300 400 جنيه وغير محل اقامه زوجه مكتوب على بطاقتها انها زوجه هاني مهني هلال. هو تلخيص المشكله بتاع طبعا صاحب المشكله تعبان جدا والدنيا كلها داخله في بعضها وكانه عايز يحكي ويطلع كل اللي جواه، لكن هي مشكلته الاساسيه اللي هو دلوقتي تعبان منها ان هي دلوقتي زوجته كان في ظروف مشت وسابته، فراحت قعدت عند اختها، دخلت في قصص كبيره اللي هي قصص اثار وكلام من ده، والشيخ اللي هو بيطلع الاثار اتجوزها عرفي وعشان تفتح مقبره، وده اللي عرفته منه في الفاصل. يعني في مستشار تبعها بيهددني بقاله اكتر من شهر علشان تفتح مقبره ومش مقبره وكده، فبداوا يشتغلوا في الموضوع. هي ابتدت تتغير من جوزها وسابته، وسابت ولادها، سابت اربع صبيان هم ما شاء الله موجودين معانا في القناه، بس انا ما حبيتش ان اطلعهم معايا على الهوا. لا محمد متبهدل، لو حضرتك عايز تاخد رايه وهيقول لك الكلام اللي انا بقوله مش انت. احنا كنا هنطلعهم فعلا. ولما امبارح لما تواصلت معاك قلت لك احنا هنطلعهم ولاد الاربعه. انا ما حبيتش طبعا الولاد عشان مدارسهم واصحابهم وكده ما حدش يكلمهم يضايقهم. كسر نفسهم عيالي بينزلوا في الشارع وحصل مشكله بينهم وبين عيالي. بيروحوا المدرسه ازاي يا استاذ هاني دلوقتي؟ مفيش مدارس. فهو دلوقتي مراته ما هيش عارفه، هو مش عارف عن مراته اي حاجه ولا عارف يتوصل لها اي حاجه، بس هو على حد علمه سمع ان هي عايشه حياتها بالطول والعرض ومعاها بنته. عندها كام سنه منا؟ منا عندها خمس سنين ونص. وللاسف جاي لي فيديو برضه يزعل لان بنتي متسابه لوحدها، وجاي فيديو المفروض اصلا الفيديو ده ياخده يبلغ عنه وكده. أيوه. شوف الدنيا دي فيها ايه. طبعا هو حياته متلخبطه، بس هو انا الحاجه الاساسيه اللي انا كنت عايزه اعرفها وعشان كده انا بتكلم معاه. انت في عز الدوشه والمشاكل دي كلها، على فكره طبعا عشان ما حدش يقول ان هو طالع لوحده، فعلا معاه اربع اولاد بره، يعني هل مش عارفه هل ممكن يدخلوا مع ابوهم ولا لا؟ فدي انا مش عارفه. فهو المره اللي فاتت هو على الهوا عيط ولا بلاش؟ لا انا افضل بلاش يعني. فهو هو كان بكى على الهوا واحنا على الهوا وبيقول انا بحبها. لا ما انتش بحبها. أنا بحب لا الست. قلت لا استاذ هاني انا لا. حتى جيت سالته قلت لك انت لسه بتحبها؟ قلت لي عشره. قلت لك على عشره. انا زعلان على عشره ومن اول القعده عمال تقول ست اصيله واستحملتني. انا عايزه تقول لي حاجه ان هي استحملتك فيها. استاذ الكل لو انا انسان جاي عليها اجي من اول الحلقه اقول لك ده فيها. استحملتك في ايه؟ انت بتقول واحد بصرف وواحد بعمل، يعني ايه اللي استحملته فيه؟ يعني استحملتني لما مثلا هاني كان مرتبط بواحده، هاني بيكلم واحده بتاع. يا سيدي مش عايزه اتكلم معاك تتطلق، لكن هي ما اسمهاش استحمال. ما طلبتش طلاق، وبعدين ده واجب عليها انها يعني هي ما طلبتش الطلاق، فانت جيت على نفسك وقعدت تصرف وتتداين وتعمل كل ده عشان هي ما جاتش على نفسها. لا مش كده، انا لما انا ربنا هداني وفقت البيت وعرفت ان الله حقي وبيتي وعيالي هي اللي عملت فينا كده. بص هو عامه من المشكله بتاعت الاستاذ هاني برضه عايزين نفتح الاتصالات وحد عايز يعمل مشاركات ويعمل كده. انا نفسي حد، يعني انا جاي لحضراتكم ان في حد من الناس المسؤولين يقف في ظهري. هو الاستاذ هاني بيقول بتجيله، هو معمول له قضيه خلع، معمول له قضيه خلع وهو مش عارف قضيه الخلع دي ليه، وهو سامع ان هي متجوزه ومش عارف هي متجوزه ازاي وهي على ذمته. حد من اهلها قال لك ان هي متجوزه عرفي؟ قرايبها خدت التليفون وفتح السبيكر لابوها واخوها ومرات اخوها في قلب البيت وامها. قلت لهم اسمعوا بيتقال على بنتكم كذا دي تحقيق بقى وكلام من ده القصه دي. الشرف العرض ما نتكلمش فيه، عند الشرف وكلها ساعتين. قلت ساعتين وهيجيب بنته واجيب لك رقم الراجل اللي بنتي قاعده عنده. الناس لموا بده وهو بيتهدد طول الوقت. طب انت كنت عايز ايه؟ يعني عايز ايه من دلوقتي منها حاليا؟ طب هناخد مداخله الشيف رائد. سلام عليكم يا شيف رائد. عليكم ورحمه الله وبركاته. شيف رايد، شيف رايد ابن النيل طبعا، ده شيف كان في القناه عندنا يا سالي لو تسمعي الساعه شهيه. اهلا بيك. أهلاً بيك طبعا. اهلا بيك. طبعا حضرتك سمعت المشكله. انا سامع المشكله ومتابع دي تقريبا تاني حلقه ليكم. تمام ومتابع المشكله. هي طبعا مشكله انا شايف ان هي ايه غريبه في حد ذاتها وعويصه والله يكون في عين الاستاذ هاني. الله يستر. يعني اولا انا بحيي حضرتك
الله يعزك. انا بحيي حضرتك انت طلعت وقلت، لان احنا عندنا في مجتمعنا مشاكل اكتر من كده بكتير، بيخبوها من الاحراج، بتهرب منها فبيهربوا منها وبيهربوا يحكوا كل واحد. ولكن لو كل واحد تشجع زي حضرتك وطلع قال مشكلته، اكيد اكيد هيبقى في قضيه راي عام وهنوصل لحل للمشاكل دي. ولكن انا بقول لك انت في بلد قانون، القضيه وما فيها لازم يتدخل فيها قانون، لازم تقوم محامي كبير ويتدخل فيها حد كبير. الموضوع دخل في دوامه ثانيه. اتفضل انا معاك. ما فيش امكانيات معانا نجري عشان احضر الجلسه بتاعتها مثلا، انا مش عارف الجلسه فين. احنا من خلال يعني طبعا من خلال طبعا كمان كلمه انت بتتكلم كمان ان انت رفعت قضيه وتاهت، معنى كده ان في حد متدخل. لا هي هي رفعت قضيه حضرتك وما جاليش لغايه هذه اللحظه اي اعلام. طب ما حضرتك انت برضو ممكن ترفع. هو يا شفراد راجل ماديا تحت الصفر، فاحنا دلوقتي برضو بنقول طبعا لو اي محامي يا جماعه دلوقتي من المحامين الناس العظماء، الناس اللي تتبنى القواضي دي، حد عاوز يتبنى قضيه الاستاذ هاني ويقف جنبه وان شاء الله يا رب يكون بالخير، وتطلع معانا وتتكلم وتقول عملت ايه في قضيه الاستاذ هاني وتتبناه شكلا وموضوعا في القصه بتاعته اللي هي غريبه قوي دي، تتجوز او ترفع خلع او تختفي عن ولادها وترجع يكلموها وتفتح تليفونات، يعني قصه عامله زي الافلام او الحواديت. طبعا في اكتر من كده لكن احنا ربما دي اللي بتوصل لنا فاحنا بنعرضها. الراجل معاه 4 اولاد فمتدمر نفسيا، الله اعلم. طب معانا احد جيران الزوجه، الاستاذ محمد. استاذ محمد السلام عليكم. استاذ محمد الحلو، اهلا بحضرتك. أهلا ممكن توقف التلفزيون بعد اذنك الاول عشان نسمعك؟ الاستاذ محمد الحلو ده صديق ومراته من اعز اصدقائها معانا. الاستاذ هاني مهنا موجود معانا، طبعا في عنده مشكله، فاحنا طبعا قلنا لازم نسمع اي حد من الطرف الثاني لاننا احنا مش حكم وما نقدرش ان احنا نحكم على الطرف الثاني لما نسمع حد، وفي الاول وفي الاخر طبعا هو صاحب المشكله هو اضرب حال نفسه، لكن احنا بنحاول نوصل صوتنا معاه. انت حضرتك شايف يا استاذ محمد؟ انا المشكله حاضره من اولها لاخرها. تمام. يعني من اول المشكله بدات موضوع القروض وموضوع التسهيل وموضوع الكلام ده كله. حاضره. وانا كلمت ام محمد وحماتي كلمتها ومراتي كلمتها، وكل يوم تقول الناس ده بكره وبعده والناس ده بكره وبعده. تمام. فالكلام اللي هاني قاله كله والله العظيم وحياه ولادي فعلا حصل. طب انت لو في حاجه هاني ما قالهاش انا كنت هقولها. تمام. ولو في حاجه غلط اقول لحضرتك عليها. تمام. انا عايزاك تتماسك كده وان شاء الله يا رب خير. طب استاذ محمد ما حاولتش تتواصل انت مع اي حد من اهلها تحل مشكلته حتى من وراه؟ مش عاطين فرصه لحد. هو واضح هناك اللي هينزل من عندنا من هنا هيعملوا معاه الغلط يعني. طبعا كل واحد خايف على بيته، خايف على حياته معاهم ولاده كده. فطيب حضرتك نصحت الاستاذ هاني بايه في الفتره اللي فاتت دي؟ ان احنا نروح لها. تمام. وناخد والدها معانا واختها معانا ونروح. تروح على اساس ان انتوا ترجعوها ولا تروح على اساس ان انتوا نروح نرجعها؟ من هنا. ابوها رد قال ايه يا استاذ محمد؟ جالنا تليفونات قال لك مش هينفع تروح. لا ابوها لما انا رحت عند البيت انا واولادي لما طرد العيال وقال ايه؟ هو قال لك بنتي بقى فيها وبنتي وجالي حتتي في منطقتي قدام اهلي وجيراني واخواتي. طب استاذ محمد عايز اساله سؤال، معلش استاذ محمد بعد اذنك. اتفضل. بما انك صاحبهم وفي صداقه اسريه بين العيلتين مع بعض، يا ريت ليه ما فكرتش تروح انت لوحدك مع زوجتك وتحل الموضوع بعيدا عنه خالص؟ طالما هما مش عايزين يشوفوا. ما اعرفش المكان ولا اعرف حد هناك خالص. وكمان يتهددوا فاكيد هيخافوا. حضرتك يا ريت المدام بتاعته لو موجوده جنبه تكلمكم، لان من اعز اصحابها برضه وتقول لكم. هي صاحبتها صاحب زوجتك؟ ايوه. طب المدام موجوده معاك يا استاذ محمد؟ ايوه يا باشا معاك. طب يا ريت خليك اكلم الدكتوره منى ولا الاستاذ. طيب ماشي. اقسم بالله ما بفطر عليها. ايوه السلام عليكم. ايوه معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. حضرتك طبعا يعني بصفتك كنت صديقتها وقريبه منها، انت شايفه ان اوضاعها وتصرفاتها دي الاوضاع دي حاجه جديده عليها ولا ده كان طبع موجود فيها وانت كنتوا بتحاولوا ان انتوا تجملوه وتعدلوه عشان تستمر الحياه الزوجيه؟ يعني ده طبعا تسيب جوزها وتسيب ولادها ويكون عندها جمهوريه القلب ده؟ بصي حضرتك اقول لك على حاجه. اتفضلي. هي يعني ايه في حاجات حصلت انا اول مره اقولها قدام هاني. ان هو مثلا تيجي عندي تقولي انا مسافره عشان عايزه ابيع كليه ليا عشان اسدد اللي عليا. تبيع كليه؟ اسمع الكلام ده. المره اللي بعد كده قالت لي ده انا مش هعرف اسافر عشان الاحكام.
بعدها قالت لي ده انا الناس طلعوا عليا وانا في الشغل عشان انا ماضيه على كوثر دي، انها عايزه الفلوس، الناس عايزه الفلوس فثبتوني وخدوا مني فلوس، مدام ايه؟ وترجع تقول لي احنا ماضيه واخده فلوس بالفايز اللي هي والعياذ بالله يعني اللي هي الربا. طب ام عمرو، ام عمرو ده يخليني اسالك سؤال، احنا كستات كده بنبقى اصحاب مع بعض، بنبقى عارفين داخليات بعض بعيدا عن ازواجكم خالص، كان فيها حاجات مريبه او حاجات تخليكي انت كست تشكي، او كانت بتقول لك حاجات مثلا مش عايزه جوزها يعرفها؟ لا هي ممكن يعني بس تروح مكان تجري علشان خاطر حد هيسدد لها فلوس، يعني المهم ان هي عايزه تعمل اي حاجه عشان تسدد اللي عليها. ايوه اي حاجه زي ايه بعد اذنك؟ لا اي حاجه دي يعني مثلا تسدد عشان تسدد شركه، فلوسها. شركه مثلا تبعها ناس سعوديين، فالناس السعوديين دول عايزين سكرتيره حاجه زي كده، فقالت انا موافقه اشتغل معاهم بس انا تفاصيل ما اعرفش، فممكن تكون هي. طيب حضرتك سمعتي ان هي جوزت عرفي؟ ايوه. ما حاولتيش تتواصلي معاها وتتاكدي من المعلومه؟ انا اتكلمت معاها وعلى الفيسبوك، حتى هي ادتني ما ادتنيش فرصه. فقلت لها انت بتكلميني بالاسلوب ده، انا بتكلم على اساس ولادك، انا مش هكون اخن عليهم منك. هي هجمتك بقى في الكلام. ايوه. حضرتك هي مسافره كمان، ما معهاش دبله في ايديها، في مكالمه من المكالمات مع ام عمرو، دهب وعز وخير. ايوه بان عليها الخير. دهب وعز وخير. انا جاي الاخباريه انها قاعده في حلوان عندها فيلا هناك بحرس بوتجاردات. ما شاء الله ما شاء الله. جاي الخبر انها قاعده في البليانه، هي واحده مغربيه بيقولوا ان هم تاجره اثار. اوعى تكون عايز ترجع. ده كل ده كلام. تاجره اثار ولا عندها كلام ولا عندها ذهب؟ خلي بالك. اقسم بالله لو هتبقى ليلى علوي وهتكتب لي نص القاهره باسمي ما عادت تنفع تقف بوابه على باب بيتي. خلاص القصه. انا اتجوزت عيالي. شكرا ليكي يا ام عمرو. شكرا ليكي. شكرا ليكي يا استاذ محمد. طبعا ده الناس شاهده على الواقعه دي وشايفه الموضوع، وكانت صديقه مراته. الناس دي زللوا لها في التليفون وبقى يعيطوا لها. اكتر فتره قلت فتحت في القضيه ديت وبتجري ورا الموضوع امتى؟ ان انت عايز تروح لمراتك او عايز حل امتى؟ لما عرفت ان هي في قصه الثراء الفاحش ده ولا كان قبلها؟ لا اما من الاول خالص وانا بجري بقول لها انزلي، وعندي الرسائل تثبت الكلام ده. انا مصدقاك. واللي تعبني اكتر ان انا لما رحت لابوها قال لي بنتي ماتت. اروح لاخويا اقول له اختي ماتت. طب انت بنتك ماتت، بتكلم بنتك ازاي؟ انت المره اللي فاتت لما كانت مديونه في الفلوس وبعتها لك طردتها، بعتها لبنتك في الصعيد، بنتك طردتها، نزلي البنت طردتها. طب هي الوقت عند اختك بنتك في الصعيد، انت ما بتقولهاش نزليها ليه؟ طيب القصه ليها داخله في قد ايه دلوقتي؟ في محاولات وفي دوشه وكده. انا دلوقتي من رابع يوم العيد لحد دلوقتي لغايه هذه اللحظه. طيب بقالي الوقت شهر او شهر و10 ايام ما اعرفش مراتي فين. مش في دماغي انا، ممكن بنتي دلوقتي، لان الوضع اللي احنا فيه الكل بعد احترامي ليها في غيابها برضه. الست اللي بتنسى عيالها يبقى الست دي اكيد ناسيه بنتي اللي معاها. صح. يبقى هي ممكن تعمل غلط، تقفل باب اوضه على بنتي وتحبسها. ممكن تسيب بنتي في شقتها وتنزل تشوف حاجه. انا مش بغلط في شرفها ولا في عرضها، بس انا بقول لك على اللي بيحصل. هو طبعا عايز اقول لك على حاجه طبعا، وبرده نفتح المشاركات وسالي برده نتكلم وكده. عايز اقول لك ان انت كنت خلاص بعد المحاولات دي كلها، طبعا انا ما اقدرش احكم على اي حكم غير طبعا الكلام اللي انت بتحكيه. انا ساكته، انا مش من طبيعتي ان انا بسكت. ما انا عايز اسالك انت ساكته ليه؟ اكيد انت مكونه حاجه. انا مش من طبيعتي، انا مش مكونه اي حاجه، بس عايز اقول لك انت دلوقتي المشكله اللي بتواجهها ان انت راجل دلوقتي محتاج محامي يقف جنبك علشان يعرف الدنيا دي فيها ايه ويتخلص. انا محتاج حد من المسؤولين يعرف ان انا كنت في يوم من الايام بخدم مصر زي الشرطي، زي اللي واقف على الحدود بيحارب، انا كنت بطلع احارب برضه. انا ما عشتش زي الشباب زي زمايلي، ما عشتش حياتي في بلدي كده وفرحت وبتاع. ايوه معلش، هي الدوله بقى مش دوله كانت عشان الكورونا. حياتي كلها كانت عذاب. بس استاذ هاني قول هينفع تمشي قانوني لان انت عليك احكام يعني برضه. خلينا نتكلم. الحمد لله الحمد لله في راجل محترم برضه قايل ان انا اقول الكلام ده على التليفون. في عندي اللي هو الحكم النهائي اللي عليا واقف على 2000 جنيه، في راجل محترم امبارح قال لي هدفعهم لك. بعد كده خلاص ممكن اي حد بعد كده الاحكام الثانيه هعمل فيها معارضات واستئنافات ان انا اتحرك بس واعرف امشي لغايه ما ربنا يبعت لي حد يقف جنبي او حد يجي ينجد عيالي. انا بالنسبه لي انا مت، ومت كمان لما بنتي بعدت، ومت لما عيالي اتبهدلوا. عايزك تتماسك. انا مش قادر امسك نفسي، انا بصراحه مش قادر. اصل انا راجل بطل اتعود ان ايدي تترفع منتصر، ما يتقاليش ان مراتك بتتجوز مراتي سيرلي. هناخد مكالمه معانا الحاج فريد. سلام عليكم يا حاج فريد. سلام عليكم. اهلا بحضرتك. حضرتك سمعت المشكله؟ سمعت حضرتك. طب وطي يا ريت الاستاذ هاني شويه، لان انت نفسك يا استاذ هاني
حاضر يا استاذ. مش معفن ساعتها كان عندي كلام اهو. اتفضل. بسلم على الاستاذ هاني الاول، بقول لك شرفتنا وبقول لك دكتوره منى الجميله، ربنا يخليك لينا كلنا. الله يعزك. والاستاذه سالي. اهلا بيك. ربنا يخليك لينا كلها. الله يبارك لك يا رب. انا عايز اسال بس استاذ هاني سؤال. اتفضل اتفضل يا استاذ فريد. انت حضرتك وقفت على رجل الحاجه والدتك بوصيها كم مره في حياتك؟ طول عمري، لان كانت ماشيه ببركتها. طب ازاي بتوصي على رجل المدام تمسح حضرتك؟ هقول لحضرتك، مش بوي مش بويس بويس حضرتك. انا قعدت سنه بعيد عن بيتي او سنه ونص، كنت يا دوبك بودي الاكل والشرب، بروح على قد النوم بس، ان انا بروح البيت. واما حسيت ان انا في بيتي وفعلا انا مقصر فيهم، قعدت اعتذر لها، بقول لها ما تزعليش مني وبتاع وكده، يعني براضي مراتي، براضي شريكي، براضي صاحبي. لا لا انا مش مراضيه يا استاذ سالم، مع كلامي ساعتك الاول. اتفضل. الست خلقت تتحط وصنعت ست طبع الراس، لكن لو وصي على رجلها بوسه يبقى احنا بنزوم من كرامتنا، هتتهان بينا. حضرتك انت طيب. سيبها مفرطه. فين القيود اللي حضرتك اللي المدام كلها خايفه ليها؟ ما كانش عندك علم بيها خالص؟ ما كانش عندي علم، وبعلم البلد وبعلم الشركه اللي هي شغاله فيها والمدير والموظفين كلهم يقولوا لك. ازاي حضرتك المدام بتاعتي تاخد 700 600,000 جنيه من غير ما اعرف؟ هقول لحضرتك، هقول لك عرفت ازاي؟ بقول لحضرتك دي جابت 45,000 جنيه من باب بالفايز. الباب ده بيدفعوا له 8,000 جنيه في الشهر. بعد كده راحت اضطرت تجيب من واحد زي الاستاذ فريد عشان تسد الباب دوت، ما قدرتش على الاستاذ فريد والباب الثاني، جابت من واحد زي هاني، بقوا ثلاث بيبان، جابت من واحد ديون متراكمه يعني، بقى حوالي 10 بيبان حضرتك. كنت فين ساعتك من ده كله استاذ؟ حضرتك كنت في الفتره ديت انا راجل بطلع من الشغل العصر، باجي الصبح بروح بيتي. بيتي عايش في عز وفي خير. بتنام في بيتك. ما انا جاي لحضرتك اهوت يا استاذ فريد. انا لما حسيتها لسه بقول للاستاذه سالي والدكتوره منى، قلت لهم انا شكيت في مراتي لما جيت في فتره المشاكل دي، مش فايقه معايا، انا دماغي راح لحاجه بعيده، لغايه ما نزلت للست اللي هي الكبيره اللي اسمها سحر في الشارع، اللي هي عارفه اسرارنا ومربيه عيالنا، قالت لي الحق مراتك في كذا كذا. يا استاذ فريد تنصحه بايه طيب؟ انت حضرتك شايف ايه من وجهه نظر ان انت راجل، فحضرتك تنصحه بايه؟ انا عايز اعرف منه حاجه بس يا دكتوره منك. اتفضل. هو ما عرفش مصدر الفلوس ديت مراته وديتها فين ازاي؟ 700,000 جنيه انت مستعيره بالمبلغ حضرتك؟ لا والله عارف المبلغ كبير. حضرتك المبلغ حضرتك حضرتك ما اعرفش هي سرقتكم فين؟ حاج فريد حاج بس ممكن تسمع استاذ هاني هيرد عليك، اسمعه الاول. حاضر اتفضل. انا لما جيت قعدتها وعملت قعده عشان اعرف الفلوس دي، قالت لي بدايتها 45,000، موظفه اسمها كوثر، امها كانت محبوسه ورحت جبت الفلوس عشانها. وكوثر دي خلعت من الشغل وما بتدفعش، اضطريت اجيب واجيب. كانت بتسدد ديون الناس فدخلت في دوامه بقى، خد من دواء وادي لده خد من دواء. طبعا اللي انا فيه دلوقتي يا استاذ فريد، انا مقتنع ان انا راجل مغفل، وانها كانت بتضحك عليا في الفتره دي، ان الفلوس دي كانت معاها على بعضها وهي عامله الفلوس دي في مكان. بص انا هقول لك على حاجه، انا هقول لك على حاجه. طبعا استاذ فريد كده معانا ولا خلاص؟ لا طب معانا ولا خلاص؟ معانا. طيب شكرا لحضرتك جدا. برضو لو في اي حد عايز يعمل مداخلات يا جماعه، وعايزين حد يقف جنب الاستاذ هاني طبعا. انا شايفه نبدا نقول كل واحد شايف ايه من وجهه نظره. ثاني هبدا بيك الاول. لا انا عايز اسمع رايك انت الاول. طيب هقول. عايز تقول انت؟ هقول لحضرتك. قول. انا نفسي في راجل ضابط شرطه. راجل تمام محترم. يعتبر ان انا ابنه ويقف معايا مش اكتر. يقف معاك، عايزه يعمل لك إيه؟ ان انا انزل الصعيد احضر الجلسه. انا عرفت ميعاد الجلسه. طيب انا عرفت ميعاد الجلسه. لو عليك احكام، لو تنفيذ الاحكام هتاخدك. هخلص قبل ما اروح. انا مش مش هحرج راجل الشرطه اللي يقف معايا. تمام. مش هحرجه، انا هبقى رايح له نضيف، بس انا عايز انزل سوهاج وارجع للاربع اولاد سليم. هو جماعه عنده قضيه في سوهاج، عايز يروح بس خايف عشان. طيب هناخد مكالمه معانا من مهندس ناجي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اتفضل. اهلا وسهلا بك. حضرتك سمعت المشكله؟ اه والله انا سمعت المشكله، بس انا ليا راي يعني. الاقل اللي هو دلوقتي بيتكلم في المشكله دي، انا ليا كذا تعقيب فيها. التعقيب الاولاني ان هو ما ينفعش ان هو يكون ندمان او زعلان او ان هو بالشكل ده عليها هي يا استاذ، او يعني وان هي سواء ان هي اتجوزت او ان هي ارتبطت عرفي يعني، دي ودي واحده ما يتبيش عليها. ده حصل حصل حصل. ان هو واضح ان هو انسان يعني محترم على خلق على دين. الله يكبر. فدي انسان يعني خلفت شرع ربنا ان هي ارتبطت بواحد على زوجها. طب انت ندمان على ايه يعني؟ مش ندمان على انا ندمان على بنتي ربنا. ان انا راجل مديون بسدلها. هي الوقت حاليا يعني. حضرتك يا استاذ ناجي، هي الوقت عايشه حياتها والله اعلى واعلم، بتجري بتتفسح عايشه بتاع. انا الوقت اللي مديون في فلوسها وبسد، مع العلم انها هي عليها 14 حكم. هي عليها 14 حكم، منهم 6 احكام نهائيه.
ازاي الموظف اللي في السجل المدني بتاع البليانك وبطاقه تخش عنده عليها احكام تطلع من غير ما يقول ان الست دي عليها احكام ويغير محل اقامتها. انا بتكلم كحق ان انا راجل مصري مواطن مصري. ازاي موظف في عصر الريس اللي بينظف الدنيا تاخد 200-300 جنيه تغير محل اقامه واحده، وفي نفس الوقت انا عندي علمي ان اي مصلحه طيب حكوميه بتحط فيها بطاقه بيطلع الحاجه اللي على البني ادم. طيب يا باشا، هو في المخالفات دي موجوده في اي مكان بقى، دي مش دي حاجه مش عامه. أيوة. يعني احنا مش هنعمم دي على مستوى الموظفين ككل. أوه. زي ما في الحلو وفي ايوه 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 في ناس محترمه. احنا بنتكلم في مبدا عام، انت يعني انت حاول ان الموضوع ده ما ياثرش عليك بالشكل ده. لا باذن الله مفيش تاثير ان شاء الله. هو 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 تاخد درس وتتعلم من الموقف نفسه بس. هو حضرتك بس، احنا حضرتك بس طبعا. شكرا لحضرتك يا باشمهندس ناجي، شكرا ليك وشكرا لمداخلتك الطيبه. كنت بس عايزه لو في محامي يدخل يعمل لنا مداخله يا جماعه عشان نعرف الحكم القانوني ان هي ازاي تتجوز على جوزها عرفي، وهل يحق ليه ان هو ياخد بنته ولا لا. ده مع طبعا مع الاثبات، يعني هو مش هيقول ان هو ان هي اتجوزت عرفي وخلاص، ومع اثبات بجانب اللي هو معاه فيديو. احنا طبعا مش هنعرضه ولا هنتكلم في الفيديو ده خالص، لان دي قضيه تانية خالص. انا بعت لك ازاي الاول الفيديو ده طبعا هيوريه للمحامي. اختها الكبيره اللي قاعده عندنا في البلد وراحت لها زياره هناك البلد. طبعا لما جم رحت اتكلم معاها قالت لي ما اعرفش حاجه عن اختي، انا ما ليش كلام مع اختي. بعد ما جت بحوالي 10-15 يوم قام ابنها بعت الفيديو ده لابني. طيب هو الفيديو يا جماعه طبعا مش هينفع خالص ان احنا نعرضه. انا طبعا من ساعه ما يا ريت لو في محامي يبقى ما. طيب معانا الاستاذ مصطفى محامي. استاذ مصطفى السلام عليكم. استاذ مصطفى سوهاج. السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. استاذ مصطفى سوهاج. استاذ مصطفى من سوهاج. حضرتك استاذ مصطفى اللي هو الراجل ده محترم. طيب ماشي. الراجل ده واقف معايا لوجه الله بدون اي مقابل وبدون اي حاجه، هو اللي عمال يجري لي، هو اللي معرفني الدنيا اللي انا فيها. طب خلاص ماشي. الله يخلي حضرتك يا فندم. سلام عليكم واهلا بيك يا استاذ مصطفى. الله يخليك يا فندم. حضرتك طبعا المحامي اللي هو تابعت القضيه بتاعت الاستاذ هاني. يا طلب بس بلاش تزعل على اليوم بتاع الجلسه يا استاذ مصطفى بعد اذنك. نعم يا فندم. الميعاد بتاع الجلسه يا ريت ما تقولوش على الهواء. طيب حضرتك متابع القضيه ومتابع الموضوع وبتبشره دايما باستمرار وكده، حضرتك شايف من وجهه نظرك قصه الاستاذ هاني وموضوع مراته متجوزه عرفي وهي على ذمته وبنته اللي معاها، يعني انا مش بسميها جوازه لكن يقال من الحكايه ان هي اتجوزت، حضرتك شايف الحكم القضائي على الموضوع ده ايه؟ وحضرتك ممكن تقدم للاستاذ هاني ايه بحيث انه يخرج من الورطه دي؟ وازاي هم هددوه وهو عنده جلسه في سوهاج وهو مش عارف ينزل عشان يحضر الحكم بتاعه؟ فحضرتك شايف ايه؟ اتفضل يا فندم. يا فندم بدايه كده احنا يعني القصور معانا في القانون المصري بالنسبه للحياه، يعني واحده تروح تتجوز عرفي وانا مش قادر حاليا اثبت. أيوة. تمام ان المفروض العقد العرفي ده عشان يتسلم تمام لازم محضر رسمي او اعتمد رسمي، لكن واحده سابت البيت وهربت تمام. هي دلوقتي حاليا بالعقد العرفي اللي معاها ممكن تفضل في فندق، ممكن تروح اي مكان. القانون المصري بيوثق العقد العرفي ده يا فندم، بيوثق ده. لا يا استاذ مصطفى مش متجوز. لا استاذ مصطفى بعد اذنك. حتى لو معاها عقد عرفي زي ما حضرتك بتقول وهي معاها واحد تاني، مفيش فندق بيوافق على اتنين متواجدين في مكان واحد ورقه عرفي. لا يا فندم في فنادق بتوافق عليه، او على الاقل خالص مش هعرف اثبت في اي مكان هي متواجده مع شخص. هو تمام هو اكيد بقى قانون وعارف الحته دي يا عم احمد. يا فندم لا الجواز العرفي معروف ان هو مش معترف بيه اصلا. هو مش معترف بيه ده هو، بس للاسف في اصحاب يعني الجواز العرفي بيورثوا من بعض يا فندم. استاذ مصطفى العرفي ده حاضر حاضر نسمع استاذ مصطفى. بيتوثق ازاي في المحكمه وهي على ذمه واحد تاني؟ ما عادي ما هو يا فندم هي الفكره كلها ان انت مش عارفه تثبت ان هي حاليا هو بيكلمك على عموم على عموم متواجده فين؟ واصله حضرتك هي دلوقتي هاربه وسايبه اولادها وسايبه عيالها تمام؟ تمام. الشخص الثاني اللي هي متواجده معاه دلوقتي ومعاه عقد عرفي بيها، هي هنا المفروض ان هي في جنايه، يعني حضرتك دي تعدد ازواج دي جنايه. يعني هل انت هتقول العقد ده مش معترف بيه؟ طيب حضرتك حضرتك استاذنك في حاله الاثبات ان هي اتجوزت عرفي على جوزها مش هنعرف نجمع في الحاله واحده. لو احنا بنقول لو هو غير مؤهل. استاذ مصطفى حضرتك يعني كتر خير اللي بيجري معايا، هو يعمل لي حاجتين. اتفضل. اول حاجه عشان الست دي تعرف ان هي وقرايبها عملوا تمثيليه ونسوا يجيبوا مؤلف او مخرج للنهايه، فانا المخرج والمؤلف للنهايه.
هي طبعا الوقت محددين الجلسه ما اعرفوش يعني هم عندهم علم ان انا ما اعرفش ميعاد الجلسه. طيب استاذ كتر خير الراجل المحترم ده عرفنا. هنسمع هنسمع كلام الاستاذ مصطفى بعد كده هنختم معاه واسمعك. في حاله ان هو يتم الاثبات ان هي اتجوزت على جوزها تمام هل يحق ليه ان هو ياخد بنته صح ولا ايه؟ ده ياخد بنته وهي تتحبس لمحاكمه جنائيه يا فندم. طيب يعني دي جنايه يا فندم تعتبر وقعت زنا صح يا استاذ مصطفى؟ وقعت زنا على حد علمي يعني. لا هنا هتدخل في تعدد ازواج وزنا في نفس الوقت يا فندم. تعدد ازواج دي محاكمه جنائيه، لذلك انا بقول لك العقد العرفي معترف به في القانون المصري ليه؟ تمام؟ في حاله لو يعني الناس بتلجا له يعني كل حاجه ليها ميزه وليها عيب، العقد العرفي ده بنلجأ له لحالات معينه يعني في الصعيد مثلا تمام؟ لتفادي السن القانوني اسمه عقد سنه تمام؟ وبيتوثق في المحكمه. تمام انا النهارده دي معاها عقد عرفي ومتجوزه شخص ثاني، يبقى هنا دخلنا في ايه؟ زين تعدد ازواج. وصل لحضرتك؟ لذلك القانون هياخد بالعقد ده عليها عليها ايه؟ كنوع من وسيله التعدد، لذلك بقول لك احنا معترفين بيه في القانون المصري. زيه زي عقد. اتفضلي يا فندم. استاذ مصطفى بما انك المحامي لاستاذ هاني، حاولت تتواصل انت بقى شخصيا مع الناس هناك ولا لا؟ بالود اتواصل مع مين يا فندم؟ مع والدها اختها الناس اللي هو ابوها وقريبه عندي. بص هو انا هو انا طيب هناك اختها متجوزه هناك. طيب شكرا لحضرتك يا استاذ مصطفى. شكرا لحضرتك جدا. حاولت اتواصل ودي الاول. الاستاذ مصطفى كتر الف خيره لما تعرف ان انا عندي جلسه، فراجل الحظ عرفت راجل صديقي فاتح محل حلاقه هناك، فالراجل ده راجل محترم. خد اسمه واسمها، قال لي هاني جلستك يوم كذا. طب يا باشا انا جاي له خبر ان انا متجوزه كذا كذا كذا. قال لي مش هنقدر نعمل الكلام ده كله، اليوم الجلسه هتخش هتطلب بارض النزاع يبقى عندك في بلدك اذا ما كان قسيمه الجواز مكتوبه. طيب ارض النزاع احنا الحاجه الثانيه تطلب حاجه اسمها كشف طبي. ان الست دي متغيبه عني بقالها 6 شهور او 5 شهور كشف طبي. كشف الطبي هيثبت كانت ست محترمه. طبعا كل الحاجات دي طبعا اجراءات انت هتاخدها. محتاج بقى ارى العرف انا ساعتها انها تطلع وما تطلعش. هي ما ينكشف عليها بس انا بقى ان انا سامع انها بقت سيدة اعمال او مبسوطه. ممكن بالفلوس كشف الطبي يقول عليها ست 100%. لا مش كل حاجه. طبعا صدقيني الفلوس بقى بتعمل كل حاجه. طبعا هي طبعا هي القضيه ان شاء الله تكون في متناول ايد ناس طبعا اهل القضاء. طبعا يا ريت يكون حد بيسمعنا ويتولى قضيه الاستاذ هاني، وعايز بس حد يبشر موضوعه ويبدا ان هو يتحرك معاه ويروح يشوف قضيته ويشوف دنيته ويعمل كشف على زوجته بحيث ان هو يثبت موضوع الواقعه اللي هي اللي هو موضوع الزواج العرفي عليه، وعشان ياخد بنته ويحافظ على بنته. احنا كده خلاص يعني سألنا كده وسألنا والناس عملت مداخلات وكلام من ده. طبعا انا ساكتة خالص وسالي ساكتة عشان نعرف ونجمع نفسنا ونجمع دنيتنا. يلا هنركز مع بعضنا شوية استاذ هاني. اتفضل. ونسيب التليفونات ونسيب كل حاجة. عايزين نتكلم ونقول ان في العلاقة دي كان فيها خلل كبير. الخلل من عند الراجل مش من عند الست. هقول لحضرتك. ومن اصل من اصل البيت بيتها هي. أيوة. انت دلوقتي بتدور على كبير، ما فيش كبير. مفيش كبير. على الاب مش لاقي، عم الله يرحمه، خال قاعد بياكل لبان. في حاله خلل. انا داخل خدت واحده من بيت فيها عندها خلل وحبت تروح لزوج تتجوزه وتكون هي الراجل. بدات معاك كانت شايفه الهيلمان والحياه بتاعتك في الاول كانت فرحانه بيها، بس انت كنت مديها حق زياده عن اللزوم. أوي أوي هو الراي اللي بيمشي عليك. لا 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 هو عشان غلط، فهو كل شويه يقول لك انا غلطت. انا كنت ليها غلطه او كده. استحاله توصل لديون وتتحرك وتروح وتقول وتعمل كده. والله العظيم واحده عندها فرد راي. والله ورحمه امي ده خيبه أمي. والله خيبه انها لما اتطردت من ابوها واتطردت من اختها من الصعيد انا قلبي وجعني عليها. قلبك لازم يموت عشان تحيل ولادك. طيب اقسم بالله هقول لك علشان وقتنا انت كده كده ان شاء الله تطلع معانا. طب عشان هسال سؤال اخري يعني كده، انت لما خطبتها واتجوزتها في الاول كنت بتروح بيت اهلها ويقابلوك كويس وفي اهل أوي 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 أوي. يعني في اسره حواليك متكامله. مايك تايسون جاي عند البيت وهيصه وحاسس ان مايكل تايسون دلوقتي قاعد بيدي رساله لكل راجل. اروح عند البيت بس بيدي رساله لكل راجل يا جماعه، بلاش تكون سلبي، بلاش تكون متهاون مع الست. الست ساعات الست عامه بطبيعتها بتحب لا مش ضلع عين، لا مش قصه ضلع عين، قصه ادب واحترام. واصل طالعه من بيت اهلها وعندها اصل الله اعلم هي بظروفها ايه، والله اعلم بحالها وايه اللي وصلها لكده، ايه اللي جرها، ايه اللي دينها، ايه اللي عملها. منها بعد احترام لحضرتك برضه عشان الناس ما يقولش الراجل ده بيفطر وما بيفطرش. انا عايز اقول لكم على حاجه، انا اوحش راجل اتخلق في العالم كله، انا اغبى راجل اتواجد في الدنيا كلها. على فكره ده اللي عمل لك مشكله في حياتك. على فكره انا اوحش واحد، بصي موجود ما ينفعش يعاشر حد.
العيال ذنبها ايه؟ انا هوعدك ان هيكون في استكمال لكلامك. لا مش انت اللي هتقول العضويه اللي هتمشي، ده هو ده بيبقى اصلا بيبقى من جوه. مفيش طمانينه، مفيش استقرار، مفيش احترام للراجل، مفيش خلاص حب على العيشه وبقاء على العيشه. عايزه بس اقول لاي راجل ما ينفعش تكون سلبي، لازم ان يكون عندك ايجابيات كتير قوي للست اللي قدامك. مفيش حاجه ان هي تعمل حاجه من غير ما انت ما تعرف اصل الموضوع ايه. مفيش حاجه اسمها حاضر على الفاضي وعلى الملايه، لازم ان يكون لك مواقف. ما ينفعش ان انا اروح وازور واقعد ابات بره بيتي ليله واحده، اكبر كارثه ممكن اي راجل في الدنيا يتعرض ليها. اعرف هي مراتي عند مين، عند ابوها، عند امها، خلاص، عند اختها تعبانه، خلاص. في ظروف بتبقى مستحبه. عايزه اقول ان احنا طبعا لسه ما اتكلمناش ولا خدنا اراء الناس، ولا احنا اصلا اتكلمنا ولا شفنا برضو متخصصين معانا ان هم هيكونوا ان شاء الله معانا، وان شاء الله انا بقعد رسالة يطلع معايا حلقه ثانيه وهنتابع القضيه وهنعرفكم الدنيا فيها ايه. لكن انا لسه ما اتكلمتش خالص. و ان شاء الله الحلقه الجايه باذن الله لكم معاكم فيها اجيب لكم تصوير فيديو ليها وهي في المحكمه ومع الحشه اللي حواليها. خلاص ان شاء الله، ان شاء الله. وانا حاولت ادي لك حقك في الحلقه، وان شاء الله اوعدك بحلقات ثانيه يا استاذ هاني. طبعا شكرا ليك، وان شاء الله ربنا ييسر لك امورك يا رب. وانا عارفه ان اهل الخير كتير جدا. وهقول يا رب في الاول وفي الاخر، لان لسه ما اتكلمتش في الموضوع ده خالص. شكرا طبعا لكل الناس اللي اتواصلت معايا. وسالي انت فين؟ انا لا سرحت في موضوع. هو انا بشكرك طبعا، واحنا هنتواصل معاك وبعد الحلقه احنا هنكمل برده، لسه قاعده معاك. نورتنا يا استاذ هاني، وان شاء الله ربنا ييسر الحق ان شاء الله. وتشكر ذوق حضرتك قوي 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 قوي، والوجع اللي انا حسيته من حضرتك ليا في المكالمه في الحلقه اللي فاتت. انت اخت الجد، ربنا يخليك يا استاذ هاني ونورتنا. دكتوره منى، مش قادره اقول لحضرتك على الكلام اللي اتقال في حضرتك بره الاستوديو واحنا داخلين، والناس اللي بيتكلموا في حقك، حتى التعليقات اللي شفتها. نورتنا يا استاذ هاني، الحلقه انتهت. شكرا 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 ليك يا منى. انتظر تواصلكم على الصفحه للمشاركه مع الاستاذ هاني، وان انتوا تاخدوا بايديكم، ويا رب ما حد يشوف اللي هو بيشوفه يا رب. شكرا ليكم. وفي نهايه حلقتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.